مين اللاعب اللي تتوقع ان هو هيتألق في لقاء القمة؟ ان شاء الله اللي هو فرجاني الشاسي، حسين الشحات، ازارو، صالح جمعه، علي معلول، ورمضان صبحي، حسين الشحات، ومرام محسن. وجه كلمه للاعيبه فريقك. بس يلعبوا برجوله بغض النظر عن النتيجه، والماتش ده مش اخر الدوري ان شاء الله. دي يكون الفريقين يكونوا مناره للكره المصريه، ويلعبوا ماتش كويس بدون مشاكل وبدون اعتراضات بينهم على الحكم. ربنا يوفقهم ويبقوا رجاله في الماتش ده بالذات، علشان خاطر ده هيفرق معانا.